واش غنديروا لطفي في المقبلة تاعنا؟ عندنا لاباط تاعنا واش فيها؟ عندنا لهنايا كاس تاع الحليب، هنايا نص كاس تاع الزيت، انا ناخذ ريسيبو لازم الحليب يكون دافي، نص كاس تاع الزيت، ملعقة تاع السكر، ملعقة مليحة تاع الخميرة، علبة تاع ياغورت طبيعي لهنايا. ومن بعد واش نديروا لها؟ عندنا شوية تاع الملح، بيان سور الملح نديروه دائما كي نديروا الفارينة، خاطر كي نديروا الملح مع الخميرة مع الأول اللي يقتلنا الخميرة ما تفاعلش. هنايا الخميرة تمشي مع السكر. تمشي مع السكر، لازم على السكر هو يخليها تفاعل رابيد مون كما نقولوا، نعم. نخلطوا هذاك الخليط كامل، ومن بعد لهنا أنا درت شوية كمية تاع توابل تاع الجبن لهنا. إيه. فهذا اللي حنديروا نكهوا به العجينة ديالنا. ومن بعد واش نديروا؟ نبداو نلموا بالفارينة حتى توصلوا العجينة تكون طرية. نخلوها طرية خاطر نخلوها تتفاعل، من بعد باش كنحلوها تجينا طرية، هذيك لاباط تجي خفيفة. أوكي. ما نخلوهاش معجنة. ندهنوها مليح بالزيت نخلوها تتفاعل للمرة الأولى. كيما العجينة تاع البيتزا ولا تختلف؟ كيف كيف. برك هنايا شغل درناها الياغورت طبيعي اللي باش يزيد لنا البنة فيها. وهي بخاص كيما تاع البيتزا تاعنا العادية. ومن بعد نخلوها تتفاعلنا المرة الأولى، نعاود نديكاجيو لها هذاك الهواء اللي يكون فيها. الهواء. نعم. ونشكلوا لهنا كريات، ناخذوا لهنا نشكلوا هنا بلا ما نحلوا الخبزه كبيره، هنا نشكلوا خبيزات يكونوا صغار شويه. إيه؟ نحلوها في شكل فطائر. شكل فطائر، نعم. إيه؟ لهنا ندخل ندير لهم غير جبن مبشور الداخل، ومن بعد نغلقوها نقلبوها صافي، هذاك الغلاق تاعها يكون من تحت. ومن بعد واش نديروا؟ نلبزوها احنا بيدنا هكذا ونقطعوها بالمقص، صافي تجي محلوله، صافي كي طيب صافي تولي لنا محلوله لتماك. هذاك الجبن شغل يولي كي طيبنا في الفرن صافي الغلاق هذاك يولي من تحت، وما نشوفوا طريقه التحضير كيفاش غنديروها. تندار من تحت هذاك الغلاق تاعها، نقطعوها بالمقص هنا في الوسط كامل، باش كي ندخلوها في الفرن يولي هذاك الفورماج يبان لنا في الوسط. ونزيد في الفوليوم تاعها. نزيد في الفوليوم تاعها، ندهنوها بيان سير لهنا بصفر تاع البيض، ولازم يكون الجنجلان حاضر في الفطيره تاعنا. يطيبوا على 180، كي يخرجوا نضيفوا لهم كميه تاع المعدنوس منه.